السلام عليكم ورحمة الله. حاليا دكتور وسام خش معنا، فلو دكتور محمد الهنشري حتوا خش معنا، فخلينا نبدأ. مرحبا دكتورة بثينة. دكتورة بثينة رح تبدي في الجلسة، إن شاء الله الدكتور محمد يلحقنا في نص الجلسة إن شاء الله. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير جميعا. معكم متينة الكوش، طالبة في كلية الطب البشري سنة خامسة، وأحد أعضاء مؤسسة إبريل للتوعية الصحية. أكون معكم اليوم مسيرة لجلستنا إلى الطريق إلى كندا، وحنتكلم على عدة نقاط. نرحب بجميع الحضور ونرحب بالضيوف الكرام. اهلا وسهلا بكم. مرحبا دكتور وسام خلف الله، ومرحبا دكتوره علاء بعيو. مشكورين جدا لتلبيه دعوتنا وحضوركم معنا. فحنبدو بدكتوره علاء، تعطينا نبذه عن نفسك، نبذه بسيطه وتعرفينا على حضرتك. السلام عليكم جميعا، اسمي آلاء بعيو، خريجة كلية طب جامعة طرابلس 2016. بعد ما تخرجت من كلية الطب اشتغلت في ليبيا في طرابلس تحديدا، درت سنة اللي احنا نقولوا لها سنة البوست جراديويت، وبعدها بدأت رحلتي لكندا. من 2018، نهاية 2018 تقريبا فتحت الرحلة لكندا، أو 2019 جيت هنايا. قعدت ما بين كندا وما بين ليبيا صراحة، لأنك you need to be in a practice، يعني لازم تكون رخصتك أو يعني تكون في الخدمة أطول مدة ممكنة باش تقدر تخش في السيستم في كندا. طبعا طريق لكندا في زوز طرق، في طريق اللي يقولوا لها البراكتس ريدي اسسمنت الفاميلي فيزيشن، وفي طريق ريزيدنسي. بالنسبه لي انا كنت ماشيه في الطريقين متوازيين مع بعض، اللي تشد فيهم الصراحه، والحمد لله ربي وفقني وحصلت سبوت في ريزيدنسي في يونيفرسيتي اوف ساسكاتشوان في الفاميلي ميديسن. وإن شاء الله حنبدأ this coming July، ف يعني I'm considered as R1 family medicine resident. Yes، هذه يعني نبذة بسيطة عليا. بالتوفيق دكتورة، وشكرا لتلبية الدعوة مرة ثانية. أهلا وسهلا بك دكتور وسام، نورت اليوم. مرحبا بكم جميعا. تعطينا بريف بسيط عن نفسك، عرفنا. أول شيء السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم مؤسسة أبريل على هاللقاء الجميل والطيب، وبارك الله في كل الحضور. أنستينا دكتورة الأبعي، وكذلك مرحبتين بكم جيراننا أنتم في ساسكاشوان، إحنا في ألبرتا جنبكم. أنا طبيب فاملي ميديسن، طب عام بألبرتا، رمادي متلازمة. فبعد التخرج وجناح عشان حندير وين حنمشي، يعني احنا الساحات اللي يمشوها الليبيين يعني معروفه من 20 30 سنه ثابته، هي يعني المانيا، بريطانيا، كندا، امريكا، وعندنا مجموعه بسيطه يمشي جنوب افريقيا، استراليا ونيوزيلندا يعني شبه زو ساحات غامضات، رغم ان عندنا فيهم لكن ينعدوا الاصابع على يد واحد نعرفهم شخصيا، لكن الاغلبيه الساحقه الاربع دول هذه، المانيا، بريطانيا، كندا، امريكا. بالنسبه لي طبعا حنحكي لكندا كوني موجوده هنا وخشيت السيستم، وبخصوص امتحانات المعادله طبعا كانوا زمان على ايامات كان في ثلاث امتحانات اللي يقولوا الايفالويتنج اكزام او الايفالويشن، احنا نقول الايفال بالليبي. بالتالي عندنا الكواليفاينج اكزام ستيب 1، وبالتالي عندنا الكواليفاينج اكزام بارت 2. حاليا الايفالويشن الغوه، حاليا فاضل عندي الكيو 1 وحتى الكيو 2 حاليا لاغينا، فيفضل لك امتحان واحد فقط اللي هو الكواليفاينج اكزام بارت 1.
اللي هو يمثل مواد رابعه وخامسه، فهو ما في شيء بيسك ساينس، ما في شيء اناتومي، ما في شيء اي شيء، مش زي ستيب 1 الامريكي، فهو بيور كلينيكال ساينس لسنه رابعه وخامسه. اول شيء يدير الطالب ان هو يعني اول شيء هو ضروري يعرف روحه هو وين ماشي وعلى اي مقاطعه حيقدم، لان هنا في كندا الموضوع مش كي مفتوح اللي بنقدم على كندا، لا الموضوع له علاقه بالبروفنسز بالمقاطعات، كل مقاطعه نوعا في هم اغلبيه عندهم نفس المتطلبات لكن في فروقات بسيطه في الواحد بروحه هو اول شيء وين ماشي ويدير خطه تكون واضحه، بلان واضحه. وزي ما قالت دكتورة ألا يعني امتحانات الـ يبدأ ب الحمد لله زي ما قلت لك يعرف روحه أول شيء وين ماشي أي مقاطعة، وبالتالي يبدأ بترجمة الأوراق، يفتح موقع مثلا أو يفتح أكاونت في physicians.apply.ca اللي هو تبع الـ MCC تبع المجلس الطبي الكندي، وبالتالي يبدأ يشترك مثلا في يا أما في بنوك أسئلة يا أما في لحسن الحظ من الام سي سي مؤخرا بده يحطه في اسئله الكيو 1، فهذه جميله جدا، ننصح الجميع بالبراكتس تيست اللي طلعت الام سي سي. وزي ما قلت يعني بتينا اهم شيء تبدا في خطه واضحه، هو الطالب وين ماشي اول شيء يقرر وين ماشي وشن الامتحانات اللي حيديرها. طيب لو الطالب هو حاط في باله انه حيمشي لكندا، كيف حيتم تجهيز او شنو مده التحضير ال QE1؟ يعني شنو المصادر الدراسه اللي تقدر تساعده سواء كان مدفوعه او مجانيه؟ على وقتنا كنا نقرب روحنا في كانوا منهج ممكن تقرا مثلا من المنهج الامريكي، مثلا الكابتن كويس، التورنتو نوتس كويس، فيه مثلا مجموعه يقرا. للاسف ما فيش منهج واضح للمعادله الكنديه على الاقل مقررات ال MCC، لكن في بعض الكتب الأغلبية الصاحقة منا يقروا منهم زي مثلا أشهرهم الكابتن ليكتشر نوتس اللي تقدر تغطي به امتحانات أمريكا وكندا. في اللي يقرأ من تورونتو نوتس رغم أنه يعني دسم شوية هيكي ونوعا ما يعني ثقيل على النفس شوية، لأن طريقة النقاط الطريقة المصرية ما فيش شرح هيكي بحيث أنت تنسجمي وغيره، لكن هذه أشهر المصادر. مدة التحضير تعتمد على حسب الباك جراوند بتاعك، أنت فريش جراجويت محضرة مش محضرة، ليك فترة أولد جراد فتعتمد، لكن بصفة عامة على الأقل شفت أنا من حسب خبرتي من حسب زملائي وغيره من 4 لـ 6 شهور الموضوع يحتاج منك. ويعتمد أنت هل أنت حتقدم على ريزيدنسي زي مثلا زي ما دار الدكتور على الغالب معناها تحتاج سكور قوي، أو أنت بتقدم على براكتس ريدي أسسمنت اللي هو فقط مطلوب منك الباس. فلكن طبعا أنت ديما يو ايم فور ذا هاي، بس أنت تجي أنت والحق أنت 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 والحق سوا يعني أنت ديما تقولش والله أنا مجرد ننجح وخلاص. فهو بصفة عامة تحتاج السكور لو انت مقدم عليه البراكتس ريدي اسسمنت، تقدم طول على الفاملي ميد. فهذه مده التحضير وهذا المنهج. وزي ما قلت بالنسبه لبنوك الاسئله، في مثلا بنك مهم جدا من الام سي سي، لكن في بنوك اخرى زي مثلا في مجموعه تقرا من اليو وورلد، في مثلا مجموعه تقرا من كندا كيو بانك. فنوعا ما الموضوع للاسف مش بنفس الوضوح وضوح المعادله الامريكيه، فهذا اللي يخلي الساحه الكنديه نوعا ما غامضه وانتميديتنج بشكل يعني نوعا ما فيها شويه كي عدوانيه شوي، لان وضعها مش واضح بشكل كامل. وهذا احنا دورنا نحن نحاول نوضحها بشكل او باخر. تمام. ننتقل للدكتوره علاء، بانها قاعده يعني متشرده في كندا وقاعده فريش دايره الامتحانات، فنقول اسالوك قديش مده الامتحان كانت لما درتيها الكيو اي 1، وقديش كانت مده وقديش كانت تكلفه الامتحان؟ شوفي بالنسبة بما أني more updated recently يعني، فالامتحانات بصراحة ننصح الطلاب إن هم من undergraduate بتاعهم يعني من هم في سنة رابعة وخامسة if they are aiming يعني كان الهدف بتاعهم إن هم يجوا كندا يبدوا يشتغلوا عن الموضوع هذا بكري. النصيحة هذه تمنينا at least يعني دفعتيني والدفعات اللي قبلي إن احنا سمعناها من اللي قبلنا، لأن المنهج واحد، الأسئلة اللي حتنسأل فيها واحدة، يعني الباطنة هي الباطنة، الجراحة هي الجراحة. فلو أنت جاي لكندا أو أمريكا أو بريطانيا البيزك هو نفسه، فلما من أنت تقرأ في رابعة وخامسة خلي عندك المصدر أو السورس للبلاد اللي أنت ناوي تمشي لها. حاليا احنا حنتكلموا على كندا، فمثلاً ممكن تحط بحدك تورنتو نوت لما تقرأ الموضوع في الباطنة أو في الأطفال من الشيتات أو ما نعرفش الريسورسز اللي توا الطلبة يقروا منهم، بس على أيام إحنا كان في شيتات الصراحة.
ما فيش، بس لو تفتح الكتاب او تفتح بي دي اف تدير هيك طلة سريعة من تورنتو نوت افتراضا على الموضوع هذا. حاجة تانية برضو ننصح بها الطلبة من وقت ما هم طلبة في رابعة وفي خامسة، يشوفوا شنو التخصص اللي هم ناويين يبوه في كندا، لأنه يختلف الوضع. هل أنت تبي تجي هنايا كفاميلي فيزيشن أو عندك رغبة في تخصص معين؟ التخصصات is very competitive here، يعني other than الفاميلي ميديسن بروحها هو competition لو تبي تمشي عن طريق الريزيدنسي. لو طريق البراكتس ريدي أسهل شوية أو طريق أوضح شوية. التخصصات الثانية، في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحية، سبوتس والسيتس مش هلبة، ف that's why you need to focus، تجيب high score في الكيو 1 باش تقدم على الريزيدنسي وتبدأ تخدم على حاجات تانية. الحاجات التانية هذه حتفيدك مش مجرد لكندا، لأن شخص صعب يحط ليميت يعني يا كندا يا لا، يعني he need to keep the door open الصراحة، إن مرات ما يصيرش من كندا يمشي لأمريكا، مرات ما يصيرش من أمريكا يمشي لبريطانيا. فالفاونديشن أو البيزك اللي بيخدم عليه الطالب من سنة رابعة أو خامسة أو حتى قبل الصراحة مهم جدا، وهذا اللي أنا درته الصراحة. اشتغلت هلبة فولنتيرينج لما كنت في ليبيا من أول ما خشيت كلية الطب أو حتى قبلها، كنت ما يفوتش عليا سنة ما عنديش في السي في بتاعي فولنتيرينج في ليبيا، ولما جيت لكندا في كندا برضو. فهذه نقطة مهمة جدا. نقطة الأبحاث، احنا زمان الكوميونيتي ميديسن الصراحة كانت نقروا فيها لمجرد ان احنا ننجحوا بها فقط، حتى البحث او الحاجه اللي البروجكت اللي بنديروا فيها مجرد ان احنا نلقطوا بيه الدرجات اند ذاتس ات. بس اي فيجر اوت ان غلطه كبيره، المفروض كنا نركز اكثر على موضوع الكوميونتي ميديسن، على موضوع البحوث. الحمد لله تو بدت في هالبر منصات الكترونيه تقدر تاخذ فيها كورس على طريقه البحث، تبدا تنشر بحوث او تحط روحك في مع تيم. فالموضوع البحوث مهم جدا. حاجة تانية برضو اللي هي الالكتفز، الالكتفز اللي هو حاجة تقدر تديرها فقط لما انت طالب. بعد ما تتخرج للأسف أغلب الدول سواء أمريكا بريطانيا كندا ما يقبلوش الالكتفز. اللي بعد التخرج يعتبر clinical experience أو shadowing أو observership، لكن ما يعتبرش elective، وهذه حاجة نستفدت بها هلبة. وقت هنا كانت التأشيرات صعبة أنك أنت تمشي أمريكا وكانت مكلف الوضع، بس حصلت فرصة أني درت elective في قطر وأنا في سنة رابعة، واتجهت الحق درت غادي elective لمدة شهرين. فأنت أي فرصة تحصلها دير elective في مصر، في قطر، في بريطانيا، في أي مكان يتاح لك تطلع من ليبيا ودير elective في التخصص اللي انت تبيه او اي تخصص تاني قريب منه. يعني مثلا درت الكتف في الباطنه لاني كنت حاطه الباطنه one of my options الصراحه. فهذه من الحاجات اللي ننصح الطلبه اللي حاليا قاعدين طلبه ان هم يشتغلوا عليهم، يخدموا على السي في بتاعهم، يقووا اللغه الانجليزيه، لان نمبر 1 يعني بالنسبه لاي مكان في كندا بريطانيا امريكا كذا. نجو الامتحان الكيو 1 بالنسبه لي يعني جهزت، مده التجهيز ممكن كانت من 6 ل 9 شهور. استخدمت الريسورسز كان تورنتو نوت الصراحه، هذا one of the resources. الريسورس الثاني كان الام سي سي كيو بانك، ممكن اللي هم اسئله جديده تو مطلعينها موقع الام سي سي، مكلفه شويه الصراحه لكن تستاهل. ثالث حاجة، في كورسات الصراحة، في مجموعة كورسات ما نقدرش نسمي كورس أو اتنين لأني مش في مكان اللي ندير دعاية، لكن في كورسات ومجموعة من الزملاء اللي نجحوا في الكيو 1 خدوا كورسات مختلفة. فأنت لما تحط، لو عندك القدرة ماديا أنك أنت تشترك في كورس، خش في كورس، لأن الكورس أول حاجة ينظم لك، يحط لك جدول، يحط لك at least resources انت تقدر تقرأ منهم او تعتمدهم ان هم هذا المين او المنهج الرئيسي اللي يعني بنعتمد عليه. بعدين اي اضافات من الاسئلة ممكن نضيفها على الـ على على المين resource اللي انت تستخدمه. وفي نفس الوقت الكورسات مصدر كويس للستادي بارنر صراحة، اللي حتى هي حاجة مهمة، يعني ستادي بارتنر بالعربي زملاء تانيين بيخشوا معاك نفس الامتحان، لأن الامتحان ما نقول صعب
وما نقولش سهل، بتمر بفترة انك انت شوية حتنضغط، شوية حاجيك زعمك نقدر نديره ما نديراش، لا سمح الله ممكن ما يوفقكش ربي من المرة الأولى، فتحتاج الدعم وتحتاج الزملاء اللي ماشيين معاك في نفس الرحلة اللي انت ماشي فيها. تكلفة الامتحان الصراحة أنا درتها في 2020، كان وقتها بألف وحاجة، بس المعلومات على الامتحان سعره بقداش ممكن يلقوه في موقع الام سي سي، هنحطه تو في الشات، ديما يديروا في ابديت يعني الاسعار تخدم الصراحه. فانت بعد ما تخش على الفيزيشن ابلاي تفتح ابلكيشن وتسجل وتحط اوراقك، بعدين تقدر تشترك في الامتحان الكيو 1، ومش محتاجين الامتحان الكيو 1 الا شهاده الدبلومه وإثبات الشخصية اللي إنك أنت تديرهم كسورس فيريفيكيشن في البداية، بعدين التقديم يحتاج باقي الأوراق يعني. طيب انت ذكرتي سكور لازم يكون هاي سكور، قديش معدل النجاح المطلوبة للأطباء العرب عشان تزيد الفرصة عليهم شوفي، في الامتحان Q1؟ حنكون واضحة وصريحة معاكي، بالنسبة للسكور بتاع الكيو 1 مهم، لكن مش كل شيء مهم في الزوز في الطريقين، سواء البراكتس ريدي ولا في الريزيدنسي، بس في الريزيدنسي مازال اهم هلبة، لكن مش كل شيء، لان هم في الريزيدنسي لما انت بتقدم بيشوفوا فول باكج، مش حيشوفوا بس السكورك بتاع الكيو 1، زي ما قلت لك حيشوفوا للسي في كامل، حيشوفوا انت شم داير من الكتيف، انت شم داير من فولنتيرنج، سواء كان في كندا او في ليبيا او في اي مكان ثاني، حيشوفوا انت قداش بداير ريسيرش، قداش ببلش بيبر، قداش مثلا خاش في كونفرنس او يعني اورجنايزنج ثينجز اكسترا كريكولم، يعني برا المنهج الطبي، يشوفوا للشخص كشخصيه كامله، ما يشوفوش فقط للتحصيل العلمي بس. سكورك في الكيو 1 يلعب دور، بالذات اللي يبوا تخصصات الصعبه شويه، مثلا التخصصات الجراحيه، احنا في كندا للاي ام جي اللي هو الاختصار للانترناشنال ميديكال جراديويت، او الطلبه اللي متخرجين خارج الجامعات الكنديه، في منهم سيتس يبدا كرسي او كرسيين او ماكسيمم 5 كراسي، فانت يو ار كومبيتينج، يعني انت قاعد تتنافس مع طلبة دوليين من باكستان، من الهند، من الدول مختلفة، الدول العربية، كل واحد جاي بالسي في بتاعه، فأنت كل ما جبت سكور أحسن في الكيو 1 كل ما قويت الفرصة إن هو ينشاف للسي في بتاعك. درجة النجاح تقريبا آخر حاجة سمعتها إن هي كانت في 25، 225 أو تقريبا، فدي ما يقول لك ايم لفوق ال50، يعني 250، بس نرجع ونقول يعني السكور مش كل شيء. قديش مرة نقدر نسجل الامتحان؟ يعني لو كان خشيت المرة الأولى وما نجحتش، هل نقدر طول بعدها نسجل وندير امتحان المرة الثانية من كيو 1، ولا لازم نستنى مدة؟ طبعا هي ما فيش اشكاليه انك ترجع وتخش طول، ونصيحتي يعني لاي واحد ربي ما وفقهاش من اول مره، ما هياش مشكله كبيره، الا ما مرات المشكله مش فيك انت، مشكله في طريقه دراستك، او مثلا ما تعرضتش لكم كافي من الاسئله، او في الاخير توفيقات الحق، يعني توفيق من ربي، يعني قاعده نرجع ونقول كله من فضل ربي الصراحه. لكن لو انت ما وفقتش المرة الأولى تخش المرة الثانية طول، يعني الإشكالية في انك انت تلقى سبوت، يعني لما تخش عن طريق الفيزيشن ابلاي وتبي تسجل في الامتحان مرات يبدأ محجوزات بالكامل، بس الحمد لله حاليا تو فتحوا اونلاين، فتقدر تديرها من انت في ليبيا لو عندك انترنت كويس، او تقدر تطلع لمصر او تركيا او الدول المجاورة، تونس، تدير في بايومتريك، يعني في اي مكان، مش لازم تجي لكندا مش انت تدير امتحان الكيو 1. فيس تمام، شكرا. نرجع للدكتور وسام، انت قلت انا معك. حاليا تغيرت خلفية الامتحانات عن قبل، يعني هل التغير الكيو اي 2 او الشخص يقدر يدير ايه الكيو اي 1 وبعدين يدير ناك سكور، ولا كيف طبيعة الامتحانات اصبحت في الوقت الحالي؟ طيب، الكيو 2 هو طبعا هو نتيجة البانديميك، ما عادش تقدر، هو الكيو 2
يشابه الستيب 2 سي اس الكلينيكال سكيلز، يعني تخشي تلقي اس بي او ستاندرد بيشنت او ستاندردايز بيشنت وتدير عليه الاكزام وغيره، فنتيجه البانديميك وممكن حتى تصير مشاكل قانونيه وغيره فيلغوه. قالوا احنا اللي فقط تجيب الكيو 1 ويعطوك ال ام سي سي، يعني تخيلي توصلك شهاده المعادله الكنديه لو انت لك بشرط عندك سنه تدريب. فلو درت الكيو 1 حاليا هالفتره، اعتقد الفتره هذه ذهبيه، يعني ان الكيو 1 اعتقد انه حيرجع، يعني ممكن بعد سنه سنتين احتمال يرجع. لكن تو لو درت الكيو 1 ووضحت انك عندك سنه تدريب بعد الامتياز، تاخذ ال ام سي سي. يعني ممكن عندي في العياده الشهاده، لكن هذه ال ام سي سي اللي هي الفول لايسنشيت، اللي هي المعادله الكامله الكنديه زي الاي سي في ام جي بتقول الامريكيه. فهذه قصه الكيو 1 حاليا او الكيو 2 اسف، يعني حاليا مش موجود الكيو 1 بس. بعد ما تدير الكيو 1 باجابه لسؤالك، بعد ما تدير الكيو 1 بعض المقاطعات يطلبوا في الناك اوسكي، خاصه لو بتقدم لريزيدنسي مثل البرامج اللي دارتها الدكتوره الاء. كذلك في بعض زي نيوفلاند بي سي يطلبوا فيه للبراكتس ريدي اسسمنت. هو الناك اوسكي الصراحه لاحقك هو مش صعب هالبل، كيو 2 اعتقد اصعب من ناك اوسكي. الكيو 2 انا طبعا نخش كاكزامينر الامتحانات الزوست اللي ممكن لي 5 سنوات، الاوسكي يشوف الكلينيكال سكيلز بتاعك لواحد كيف متخرج من الطب، اما الكيو 2 يشوف لواحد كيف تعمل ريزيدنسي. فالكيو 2 مستواه اعلى شوي، فالاوسكي سنار بيج ديل يعني، فهو ما مش حيكون بهذيك الاشكاليه. الاوسكي مشكلته ما يندرش الا في كندا، فانت ضروري ما تخش لكندا. الكي 1 زي ما قال الدكتور الا تقدر تديرها وانت بيعمس في تركيا او في مصر ولا اللي هو شبحوان يندار، او يندار بروميتريك او يندار حتى اونلاين اعتقد. فتدير الكي 1 تدير الاو تي كذلك، طبعا امتحان اللغه الانجليزيه مهم اللي هو باش يوضح الانجليش بروفيشنسي تاعك. لحسن الحظ ان كندا، وهذا توقعنا احنا من سنتين ثلاثه توقعنا ان بعد ما بريطانيا اخذت الاو تي توقعنا ان كندا حتاخذ الاو تي. فالاو تي طبعا اسهل يا جماعه الخير، الايلتس رو في ناس درتها بالعشرين 30 مره، انا نعرف ناس الاو تي من اول من ثاني مره صفوه، في نعرف ناس قريت الاو تي اسبوعين بس. فالصراحه الفتره يعني اعتقد ان الوقت مليمكم الصراحه، لا غيركم 60 امتحان، دير لكم امتحان انجليزي يعني نوعا ما اقل تعقيد واقل مشاكل من الايلتس. فالهمه يا شباب بس يعني، ورب يوفق الجميع ان شاء الله. طيب شو افضل الولايات والمستشفيات اللي يقدر الشخص يحصل فيهم قاضي في كندا؟ طيب ايه بالنسبه احنا طبعا نحكي على البراكتس ريدي اسسمنت اللي هو هذا البرنامج اللي خشيت فيه. البراكتس ريدي اسسمنت بياخذوك كدكتور واتي لممارسه العمل على طول، يعني من اول يوم انت بتبدا تشتغل، مش حتكون في تدريب، فانت ضروري ما تكون واتي مجهز باللغه وبالنظري وبالعملي. فانت جاي راه جايب معك تدريب سنتين تدريب من ليبيا اللي هي سنه الامتياز وسنه بعدها، الجامعه معروفه تدير فيها جامعه مصراته جامعه مغازي معروف الكلام هذا، الليبيين يديروا فيه لي 20 سنه مش موضوع قديم. فانت بتجيب التدريب بتاعك واتي، ويفضل تكون قوي في الامرجنسي ويفضل تكون قوي في السايكايتري والاوبي، هذا كل ما تكون انت قوي فيهم كل ما شغلك يكون هنا سهل، وكل ما حياخذوك كل ما انت شنو يو ستاند اوت زي ما يقولوا من الناس اللي حتقدم. فانت ضروري ما تكون محمل بالخبره العمليه، هذا شيء. ثاني شيء لغتك الانجليزيه كل ما تكون كويسه كل ما تكون افضل، تسهل عليك الكوميونيكيشن حتى مع الريكروترز حتى مع الكولج اللي هي حتعطيك رخصه مزاوله المهنه. فاللغه الانجليزيه مهمه، وبعد تالي امتحانات المعادله بتاعك. بالنسبه للمقاطعات حاليا احنا التركيز الكلي عليه مقاطعه نيوفلاند وبي سي، هذه المقاطعات الزوج اللي فيهم نقص وقاعدين ياخذوا الفلبين كل شهر شهرين تسمع بحد زرق. فاحنا عندنا يعني فرصه كبيره في المقاطعات هذه، اي مقاطعه ثانيه ممكن تحصل لكن معقدين او تلقاهم مش متعودين على اوراق الليبيين، فنوعا ما انا ما ننصحش تقدم على اي مقاطعه ثانيه. في بعض الناس حصلت في نوفا سكوشا، في بعض الناس حصلت في مانيتوبا، لكن اعتقد التركيز المهم ضروري يكون عليه نيوفنلاند وبي سي. للاسف البرتا مسكره من 2015، انا قاعد في البرتا بدأت هنا في 2013، هذاك الوقت كانوا عندهم ناقص وكانوا ياخذوا. فهي العملية ان المقاطعة تفتح تاخذ، ومرات مرات مسكر يقول لك انا ما نبيكش. فهي عبارة عن سوق يعني demand and supply as simple as that. فحاليا اللي قاعدين ياخذوا ومقاطعات جميلة وممتازة اللي هي بي سي، خاصة بي سي حتى من ناحية الطقس والجمال حاجة رهيبة بي سي، يعني الكنديين نفسهم يتمروا يعيشوا في بي سي. لكن انا ما حصلتش في بي سي، تحصل في نيوفنلاند، وده طبعا تقدم في الزوز، وانا نعرف ناس حصلوا في الزوز تخيل، وهو قاعد يعني قاعد هو يتشرط يعني، لانه هو قوي السي في بتاعه قوي وامتحاناته واتيه وكل شيء واتي يعني. فهم قاعدوا يتنافسوا عليه يعني، تخيلي هم الزوز مقاطعات قاعد يقولوا له غالي سويدي تعال احنا غطينا. علاش؟ لان كندا
خمسة ربع أطباء كندا من يوم الدنيا والدين جايين من برا كندا. فكندا من يوم الدنيا والدين فيها chronic shortage of physicians especially in the rural. هذه مشكلة مزمنة وحتقعد أنا متأكد لا ألف سنة القدام، لأن هذه طبيعة كندا الرورال، يعني طبيعة خشنة صعبة أنك أنت تقعد فيها سنتين ثلاثة. فأغلب الأطباء حيقعد فيها سنتين ثلاثة وبعد تالي يحول لمدينة كبيرة، لأنه يبي يستقر، يعني يبي صغارة بيخش المدارس الإسلامية، يبي جامع، يبي كده. فأنت تركيزك عليه على نقطة ضعف هي اللي هي تمر بها كندا، هي عندهم زي ما قلت لك نقص مزمن وحاد في الرورال أو في الأطراف. نعم. طيب متوسط ساعات العمل الكادر الطبي داخل المستشفيات هذه في كندا؟ إيه بصفة عامة طبعاً هنا الفام الميدسين كبير ضخم، يعني ممكن تجيك الخدمة في المستشفى، ممكن تجيك الخدمة في عيادات خارجية، ممكن تجيك الخدمة في الطوارئ، أنت والزهر زي ما نقوله إحنا بالمصطلح الشعبي. فأنت ضروري تكون واتي. أنا بالنسبة لي أنا مخدمش في مستشفى، أنا نخدم في عيادة خارجية، خدمت في الأسسمنت شوية بس في بدايات في الأول ثلاث شهور، لأن هذه أنت بعد ما تتم امتحانات المعادلة واللغة وكل شيء هم حيدوروا لك تقييم. هذه نسنا احنا الفقره هذه، هم حيقيموك انت تو جايهم انت بورقك من ليبيا واتي وما شاء الله عليك ومتخرج ورقيك تمام ومتدرب وامتحاناتك كل شيء كل شيء درته زي ما يبوا هم. بعد كل شيء هذا انت حتقدم الحاجه اسمها eligibility من الكولج، الكولج يقول لك اه اوكي انت ورقيك تمام، لك احنا تو نبغى ندير لك assessment. هذا على اسمه في احنا PRA practice ready assessment. هو عندي سالم علي في التعليقات يسال على practice ready assessment. Canada candidate came to Canada ايه البي ار تو نحكي لها يا سلام ان شاء الله. فزي ما قلت لك يا ابو تينا بعد ما تتم انت كل امتحانات المعادله وتجي لي كندا وهم يديروا لك انفيتيشن، او للاسف هذه حاليا مشكله للاسف جديده اللي هي الاقامه الدائمه للناس اللي تبي تقدم على المقاطعات هذه، للاسف ضروري يكون عندك اقامه دائمه، وهذا للاسف زاد عقد الموضوع شوي، لانك زمان تقدر تخش انت بتاشيره الطالب وبعد تالي تقلبها لتاشيره عمل. انا زمان خشيت بتاشيره الطالب، بعد ما حصلت الإليجيبيليتي من الكوليج قلبتها لتأشيرة عمل عادي سهل، قلب الفيزا وقلب الورق بس كندا ما فيش مشكلة زي صباح الخير. لكن الفكرة أنت شين اللي دخلك لكندا؟ فهذه يا سالم إجابة لسؤالك، الإقامة الدائمة مهمة. بعد ما تكون عندك الإقامة الدائمة تقدم على الأسسمنت، الأسسمنت ثلاث شهور هم حيشوفوك كيف تشتغل، كيف تتعامل مع المرضى، الكوميونيكيشن بتاعك، هل أنت فت، هل أنت سيف. والاسسمنت هذا مرات تكون في ايمرجنسي، مرات تكون في جزئيه في المستشفى، مرات تكون في عيادات خارجيه، الله اعلم انت والامكان اللي هم عندهم في نقص بيبعتوك لي. فانت لكن انت بتكون واتي، انت يو هاف تو بريبير فور ذا وورست اند هوب فور ذا بيست زي ما يقولوا، يعني هذه معروفه. فانت ضروري ترى وتعرف الكانيوليشن، الانتوبيشن، السنترال لاين. كل ما تكون قوي في الايمرجنسي كل ما ممتاز، كل ما تكون قوي في السايكايتري والسوسايد والحاجات هذه ممتاز. الاو بي كذلك، يعني نص شغلنا او بي انجاين هنا. ان شاء الله اجبت على سؤالك، يعني رغم اني استطرد يميني وصار لان الموضوع ضخم عرفت يعني. طيب السؤال ممكن يراودني او يراود جميع الموجودين، شنو هو يعني متوسط الدخل السنوي للاطباء داخل كندا قديش يكون؟ يعتمد هو من مقاطعه لمقاطعه وطريقه البيمنت. يعني مثلا في اونتاريو ياخذوا مجموعه دكاتره ويعطوهم هم قطع لف وبعد تالي الدكاتره هذه يقسموا لحسب شغلهم. فلكن احنا بصفه عامه على الاقل مثلا في البرت احنا نشوفه هنا بالمريض، يعني تشوف مريض تخلص عليه مريض واحد، تشوف 100 تخلص عليه 100، وهذا قمه العدل. يعني ما يعني خدمت في الجلاز ما يعني نحرته مثلا جماعه الخضر كانوا مكسدين، جت فتره سكروا مستشفى والزوز نخلصوا في نفس المبلغ، الزوز ناخذه في 700. فما تجيش واحد تحرت عليه انت تعطيه 700 وواحد ما مقامس في حجر الدكاتره ياخذ في 700، it doesn't make sense. فهنا في كندا في فور سيرفيس اشهر نظام، لو انت على حسب العدد اللي تشوف تخلص، وعندهم هم طبعا بيلينج خاص، انت درت اليوم انسجن تخلص عليه تخليصه معينه، درت اليوم كومبليت فيزيكال، درت ابسس ريموفال، درت انسجن، درت بوتوكس انجكشن، درت سايكياتريك اسسمنت، تختلف يعني تبدا من ال 20 30 دولار للمريض وتركب يعني على حسب تعقيد الحاله. يعني بالنسبه لصبريه نشوفها سالتني از ات بوسيبل تو ابلاي فور بي سي وذاوت بي ار، للاسف ما تعبيش عليها هذه يا صبريه. انا عندي صديق حصل من غير بي ار، داروا له انفيتيشن جابوه من ليبيا، لكن هذه ما تعبيش عليها، يفضل تجي لكندا او البي ار تكون عليه قائمه ترتيباتك. البي ار عن طريق الاكسبرس انتري، لو انت صغيره في العمر انجليزيتك كويسه ودكتوره باذن الله البي ار مضمونه جدا جدا جدا، تحصلها خلال 6 شهور. فنعم اجابه لسؤالك، ممكن بي سي تاخذك من غير بي ار لكن اكستريملي رير.
طيب ننتقل للدكتورة علاء، نبي نسألك شنو المميزات اللي توفرها كندا في الجانب العملي باش هي حاليا تقعد حلم معظم الأطباء حديثي التخرج؟ سؤال واسع شوية، بس بصفة عامة يعني كندا نظام التدريب فيها نفس نظام الدول المتقدمة يعني أمريكا وبريطانيا وكذا. علاش تختار كندا؟ أول حاجة كندا فيها هلبة عرب ومسلمين، جاليات مسلمات متواجدة فيها بكثرة. العنصرية، أنا يعني كنت في أمريكا وجيت لي كندا شفتهم الزوز، الأمانة نقدر نقول كندا أقل بكثير في العنصرية، ولأن زي ما تفضل الدكتور وسام وقال يعتمدوا بكثرة على الـ IMG، فأنت مرحب بيك or more than welcome as long as إنك أنت تجيب المتطلبات وتجيب CV قوي تنافس لي باقي الـ يعني باقي الطلبة أو الدكاترة، سواء في طريق الـ practice ready سواء في طريق الـ residency. فيس حاجة تانية، في كندا تقدر تمشي في الطريقين يعني، وهذا اللي ندرته الصراحة، وننصح أي شخص ناوي بيجي لكندا إنه هو يخدم على الموضوعين، إلا لو مثلا ما يبيش ريزيدنسي هذاك شيء تاني. بس أنا من زمان كان حلمي إن كنديان ترين يعني كنديان ميديكال ترينينج، فذاتس واي خذيت الطريق الريزيدنسي صراحة، بس كنت واخدة باك اب بلان على البراكتس ريدي، ومشيت خذيت الإليجيبيليتي يعني درت الكيو 1 وبعد الOET اللي هو امتحان اللغة الإنجليزية، ودرت الناك أوسكي امتحان العملي، وبعدين قدمت على البراكتس ريدي أسسمنت وحصلت الإليجيبيليتي. طبعا زي ما تفضل الدكتور هلبة مقاطعات مختلفة، أنا ما كانش عندي وجهة معينة، ما درش restriction لروحي لا أنا بالمقاطعة هذه وما نبيش هذه، لأن you need to follow يعني المكان اللي يجيك فيه الرزق أو المكان اللي يجيك فيه الفرصة الصراحة. فقدمت وحصلت eligibility من 3 أماكن، ألبرتا حاليا فتحت شوية عندها نقص تقريبا، أنا حصلت eligibility من ألبرتا أو من البي سي أو نيوفاوندلاند، هذا من 3 الأماكن. بعد ما تحصل الإليجيبيليتي وأوراقك يمشوا يفتحوا لك امتحان آخر بعدهم، يقيموا أوراقك ويشوفوا أوراقك من ليبيا وتدريبك وخدمتك في ليبيا، بعدين يفتحوا لك امتحان آخر كل المقاطعات برضو ترجع تطلب فيه، اللي هو امتحان TDM أو Therapeutic Decision Making، هو امتحان بيورلي فارما أو أدوية، منهجه واضح وأسئلته واضحة، وطريقته كيف تأخذ الامتحان هذا سهل جداً لما توصل في المرحلة هذيك. برضو في زملاء يقروا مع بعض، في study partner، في كورسات، فامتحان مش صعب، مش تجهز لك كويس. once تنجح في الامتحان هذا بعدين نفس الامتحان تقدر تقدم، يعني مش كل مقاطعة لازم تعاود تديرها، انت لو نجحت في الامتحان هذا بعدين جاتك فرصة عمل في بي سي افتراضا، تقدر هو نفس الامتحان ولو إن فتحه لك ألبرتا تقدر تمشي تخدم به في البي سي أو تمشي تخدم به في براكتس ريدي في نيوفاوندلاند. فأني كنت ماشية في الطريقين، درت التي دي ام ونجحت فيه الحمد لله ربي وفقني، بس في نفس الوقت كنت ماشية في طريق الريزيدنسي وامتحانات الريزيدنسي، في شوية امتحانات زيادة بالنسبة للريزيدنسي ما لهاش علاقة بالطب، لها علاقة أكثر بالشخصية، زي يقولوا له حالي كاب بي سي أو يشوفوا شخصيتك كيف تتعامل، كيف أنت كقيادي، كيف أنت كمتعاون مع زملائك، كيف أنت باحث كويس، يعني ميلي على الشخصية. وقدمت على الريزيدنسي، فالحمد لله طلعت في الماتش فسيبت طريق البراكتس وإن شاء الله مكملة في طريق الريزيدنسي. يعني باش تحصل على الريزيدنس حيكون في امتحانات غير الامتحانات المعادلة الثانية، يعني في معادلات غيرها؟ شوفي بالنسبة للريزيدنسي في امتحانات بعد ما تجيب المينيمم كريتيريا اللي هم الكيو 1 والناك والOET، هيطلبوا والسي في، طبعا السي في بتاعك to stand out زي ما قلت لازم يكون يشوفوا تو البراكتس ريدي، ما يشوفوش لو انت مداير فولنتيرينج، لو انت مداير ريسيرش، هذا كله مش مهتم بيه جماعه البراكتس ريدي. ممكن يقوي السي في لكن ما ينظرولاش، ينظروا اكثر حاجه لخبرتك العمليه في ليبيا.
بس بالنسبه للريزيدنسي they consider هادوم in consider research they consider ال volunteering والscores تاع الامتحانات وبعدين تقدم على امتحان يقولوا له كاسبر تسجل فيه زي ما قلت بيورلي امتحان للشخصية يعني يعطوك مواقف حالات عامة ويقولك انت كيف حتتصرف بها مليهاش علاقة بالطب يشوفوا الإثكس بتاعك الأخلاقياتك يعني كشخص أو أخلاقياتك كالطبيب تدير الامتحان هذا لو انت بتقدم على مقاطعات معينة وفي امتحان تاني لو بتقدم على بي سي اسمه كاب بي سي بالنسبة لي أنا جهزتهم كلهم الصراحة لأن at some point بترمي أوراقك لكل مكان بتطرق كل الأبواب والباب اللي بينفتح لك بتتوكل على ربي وتقول بسم الله وبتنطلق لها يعني حاجة تانية ممكن residency فيها نقطة يطلبوا في البي آر أو يطلبوا في الكنيديان citizenship وقت اللي أنت بتقدم على عكس البراكتس ريدي في بعض المقاطعات ممكن يديروا لك سبونسرشيب يعني حتى أنا أعرف شخص زوزة أو ثلاثة تقريبا وانس كملوا كل امتحاناته من ليبيا لأن زي ما قلت الكيو 1 يندار في ليبيا والاي تي يندار وانت في ليبيا الناك بس واللي محتاج تجي تديره هنايا فلما تسجل في امتحان الناك ممكن تقدم على فيزا وتجي زي ما الأخوة اللي في أمريكا يقدموا كانوا يجوا لامتحان السي اس فوانس تجي لهنايا وتدير امتحان الناك بعدين تقدم وتروح لليبيا ممكن تقدم طلب على العمل على البراكتس ريدي و at some point لو هما محتاجين زي بي سي ممكن يديروا لك سبونسرشيب ويجيبوك في البداية على تأشيرة عمل work permit ويدعموك للحصول على البي ار بس برضو فكرة الاكسبرس انتري أسهل وأسهل هذه حاجة يقدروا من غادي من ليبيا لو عندك لغة وشهادتك شهادتك بتاعت كلية الطب وخبرات السنين لو انت خادم غادي في ليبيا هذو كلهم يعطوك بوينتس يعطوك بونس وتقدم على الاكسبرس انتري وتجيب البي ار بتاعك يعني ففي ديفرنت باث واي. طيب دكتور وسام نبي نسال له الاطباء حاليا جد او اللي تو داروا المعادله ويبوا يستقروا غادي في كندا شنو طبيعه الحياه الاسريه في المراحل الاولى خاصه بين العمل والمعيشه في كندا؟ طيب سألتيني بكري كذلك على عدد الساعات فزي ما قلت لك عدد الساعات يعتمد على المكان اللي انت فيه بالنسبه لي احنا لكن بصفه عامه بعد ما تطلع انت من قصص الامرجنسي والمستشفى وغيره ترجع للاو بي دي اللي هو يعني 90% من فام ميديسن عاده هنا في 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 عيادات عرفت كيف عيادات الجدول او ساعات العمل بتاعك انت تدري زي ما تبي تخدم يومين ثلاثه اربعه خمسه سبعه زي ما تبي فهذا واحده من الاشياء اللي مخلي الفام ميديسن حاليا من التخصصات المرغوبه خاصه من الاجيال الجديده الميلينيالز والجين زي وغيره انه هو يبي كواليتي اوف لايف يبي يخدم ثلاثة ايام وثلاث ايام الثانيات متلوح على الشط يعني فما فيش ما عندناش باسس ما عندناش سوبرفايزرز ما عندناش جدول انت تدير الجدول بتاعك فهذا اجابه لموضوع ساعات العمل انا مثلا لانش بريك حاليا عندي مخليه ساعتين لانش بريك بتاعي نروح حوش نتغدى نتمرن ونرجع للخدمه بتاعي نيرا كان نقيل في ليبيا ونرجع لعشية الخدمة يعني. فهذه واحدة من الأشياء طبعاً لو أني جراح أو لو أني راديولوجيست أو لو أني انتنسيفست ما فيش الكلاب هذا في عندك جدول كل شيء محسوب بالدقيقة عيادات الإجازات ضروري ما تكلم عنها قبلها بستة شهور أنك أنت تخدم تبع تيم لكن فاهم ميدسن هنا الغالب انت تخدم سولو تخدم بروحك انت انا يعني الاسبوع الجاي خاطري بنطلع انا نقول لهم انا السلام عليكم بنطلع ما فيش اي مشكله فهذه بالنسبه لي للساعات والموضوع الفلكسبيليتي وهذا مخليها زي ما قلت لك على الاقل انا قاعد نتعامل مع الطلبه هنا في اليونيفرسيتي في البرت انا كوني كلينيكال اسيستنت بروفيسور فاغلبيه اللي يجون يقولوا انا عاجبني فاهم ميدسن تيش اللايف ستايل هذا والكواليتي اوف لايف اللي عندكم والفلكسبيليتي بالنسبه للمعيشه اللي في كندا طبعا بصفة عامة أنت ما تبيك تقعد في مدينة كبيرة وما فيها مساجد وما فيها مقابر وما فيها مدافن بتقعد في جالية مسلمة بتقعد في كوميونتي مسلم عربي ويفضل يكون ليبي يعني كل ما يكون أقرب من الكلتشر بتاعك كل ما يكون أفضل يعني احترامنا مع جميع الجنسيات لكن أنت في النهاية
تنسجم مع 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 ناسك واهلك واحبابك يعني. فانت كل ما تكون في البريفري وكل ما تكون في قريه صغيره كبدايه ما فيش مشكله، انت وما يحطوك يحطوك ان شاء الله حتى في القطب يعني، ما تكونش choosing beggars، ما تكون ما احنا نقولوا اساسي ويتشرط، او عندهم بالانجليزي مصطلح choosing beggars، فهم وين ما يحطوك حتمشي. لكن بعد ثلاث سنوات انت حق لك اللي يسمونها return of service، بعد ثلاث سنوات تقدر تمشي وين ما تبي. طبعا حدير في امتحان في الاخير حديره هو CCFP اللي هو نقدر نقوله الفاميلي ميديسن بورد، وتحول لمقاطعه او مدينه فيها جاليه مسلمه تكون يعني نوعا ما من ناحيه طقس كويس، لكن في نفس الوقت انت يكون الدخل المالي كذلك كويس، الضرائب، عده امور تفرض عليك انت وين حتمشي. لك احنا عاده كعرب المدن بتاعنا معروفة يعني، يا تورونتو يا المدن الكبيرة العواصم عادة، يا تورونتو يا إدمنتون يا كالجري، خاصة إدمنتون فيها جالية عربية قوية جدا وجالية ليبية، خاصة ليبية طبية يعني، نص أطباء كندا نقدر نقول كان نص أطباء كندا في أو نص الأطباء الليبيين في كندا موجودين في إدمنتون حاليا، عندنا قريب 160-180 طبيب في إدمنتون، فمخليتها يعني اللي ما عندهاش خو عنده ولد عم، اللي ما عندهاش ولد عم عنده صديق أو كوليك، فبعد ما يتم نيوفنلاند او بي سي يرجع لإدمنتون. علاش إدمنتون؟ لازم قلت لك الجاليه الاسلاميه والعربيه والليبيه الطبيه فيها قويه جدا. طيب في معادلة يعني في معادلات غير الكنديه مسموح بها الشخص اللي يتم مساواه الخدمه في كندا، ولا لازم بس المعادله الكنديه؟ ضروري المعادلة الكنديه. في بي سي اعتقد كان تاخذ في اليو اس ام ال اي، لو انت مدار اليو اس ام ال اي 1 و 2 و 3 ممكن تقدميهم على كندا، لكن اللي بدار يوسم لي 1 و 2 و 3 علاش بيجي لكندا اصلا؟ فهي doesn't make sense. انت حتمشي كندا بتدير امتحانات كندا، بتمشي لروسيا بتدير امتحانات روسيا، فموضوع ان انا بدير امتحان باش يغطي لي 3 4 دول يعني ممكن يشتك شوي، لانك انت نفسك مش عارف روحك وين حتمشي بعدين. فماشي كندا دير امتحانات كندا، امتحانات كندا واضح الكيو 1 انا كتبتهم في التعليقات، كتبت لهم محتاج منك على الاقل سنتين خبره فاميلي ميديسن بعد التخرج، اللي هي سنه الامتياز وسنه التدريب اللي بعدها، اقامه دائمه. هذه للاسف يعني معضله شوي، لكن في نعرف الليبيين قاعدين يجوا من الليبي معزز مكرم يجيب الاقامه الدائمه بتاعه، شباب صغار تحت ال 30 وحتى فوق ال 30 يجوا، ف اتس دوبل. صداع موضوع ثاني فوق امتحانات المعادله كانت اقامه دائمه، لكن اريز وير اريز. في ممكن انت لو تخش بتأشيرة الطالب ممكن تقلب لها تأشيرة عمل مفتوح، فهذه يعني ممكن. كذلك فيا بوتينا you have to do the Canadian exams. تمام يعني. لو شخص عنده بورد يقدر يستفيد منها لما يدير المعادلة الكندية سواء كان بالعربي ولا صوتك بعيد شوية وفي هواء شوية. لو شخص دار بورد سواء كان بورد عربي ولا غيره يقدر يستفيد منها لما بيقدم المعادلة. إيه لو عندك البورد العربي أو الليبي تقدر تقدم بيه على فيلوشيب، والفيلوشيب هذه ممكن تكون موطأ قدم إنك أنت تخش بيه للسيستم. عندنا ناس خشت للسيستم الكندي عن طريق موضوع الفيلوشيب، فأنت تقدم على فيلوشيب مش سهلة مش بسيطة مش ملوحة تلقاها في كل مكان، فأنت بتراسل الجامعات بدون ما أنا عندي الأرب بورد أو الليبيان بورد في التخصص، فأنا نبي ندير فيلوشيب، وهم يبعثوا لك الأوراق اللي باش تقدمين بيهم على الفيزا وتخش تدير فيلوشيب. طبعا الفيلوشيب معاشها بسيط انك انت تجاب تدير فيلوشيب سنه او سنتين، لكن هذه تخليك تدخل للسيستم. لو انت درت فيلوشيب في كندا ممكن تفتح لك الباب انك انت بعتالي تحصل اوبن شنو اسمها رخصه عمل وتبدا تشتغل. طيب ننتقل ليك دكتورة علاء، لو الشخص يعني ما بيش يكون فيزيشن ابلاي يعني مجرد يبي يقرا اكاديمي في كندا، هل حيدير نفس البروسيس الشيء المعادلة الكندية ولا يختلف في الوضع الأكاديمي؟ تقصدي يعني أكاديمي كماستر أو بي اتش دي؟ إيه بالضبط. بالنسبة للماستر بي اتش دي في كندا تقدر تديرهم، ما عندكش أي مشكلة من وين أنت قاعد في ليبيا، لو جاي إفاد أو جاي على حسابك الشخصي، في حاجات تقدر تديرهم وانت قاعد في ليبيا، تقدر تراسل الجامعات وانس تحصل قبول يدروا لك يعطوك القبول تقدم على تأشيرة وتجي. بالنسبة لجانب الطب في مجالات مختلفة للماجستير نقدر نقول أو للدكتوراه،
الفكرة أنك بعد ما بتكمل الماجستير أو الدكتوراه بتاخد الماستر ديجري أو البي اتش دي ديجري، لكن you're not eligible to work as a physician هنا، يعني مش هتقدر تخدم بها شهادة الماجستير كطبيب ممارس هنا. ممكن تخدم ك يعني ك teacher assistant or في الجامعة، يعني تتجه للجانب الأكاديمي أو research أو جانب الأبحاث، لكن جانب الممارسة والجانب الكلينيكي الماستر والبي اتش دي مش حيساعدوك هلبة، إلا للشخص اللي يبي مثلا ريزيدنسي، أو ممكن الماستر يدير بها كونكشن، يدير بها علاقات، بعدين يفتح لك أبواب أخرى يعني، أو زي ما في الفولوشيب يفتح لك بعدين، أو يعني الماستر يقوي لك السي في بتاعك. لكن keep in mind لو انت تبي طريق البراكتس ريدي، الماستر والبي اتش دي حيطلعوك اوت اوف براكتس، لان في نقطه مهمه هذه حبيت ننوه عليها، انك انت ما تستعجلش وتجي لي كندا او تسكر باب ليبيا. يعني بالنسبه لي انا قعدت ما بين كندا وليبيا، يعني نروح ليبيا نشتغل غادي شهور وبعدين نرجع هنا لكندا، كان عندي امتحان وكان عندي بوست جراديويت تريننج ندير فيه هنايا او اوبزرفشيب ندير فيه. علاش؟ لانك انت لو تبي تقدم على البراكتس ريدي، لو اوت اوف براكتس خلال تقريبا السنه اللي فاتت، بعض المقاطعات وبعض المقاطعات ثلاث سنين اللي فاتت مش هياخدوك، يقول لك امشي ارجع جدد الرخصه بتاعك في بلادك واخدم شهور وبعدين تعال ارجع. فانت الماستر ديجري والبي اتش دي اقل ماستر طبي سنتين يعني، او ممكن في الماستر بابليك هيلث او حاجه هيك سنه الديره، بس حيطلعك اوت اوف براكتس انليس انت تبي ريزيدنسي، اور انليس انك انت حتدير جزء غادي اونلاين وحتجي تدير هنايا جزء اونلاين، او انك انت تبي الجانب الاكاديمي. يعني ان شاء الله الفكره وصلت. يعني شكرا ليك. في بس سؤال متوجه ليك من ابتسام حسن، قالت لي كيف نقدر ندير الإلكتف على أي أساس نختار البلد؟ دكتورة قالت تدير دراسة في قطر، لو ممكن تحكي لها الخطوات. والله شوفي الإلكتف حاجة بتفكري فيها من وإنتي في زي ما قلت في سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة. بالنسبة لي أنا راسلت تقريبا كنت سنة ثالثة، راسلت جامعات، راسلت أمريكا ورسلت في كندا ورسلت في بريطانيا ورسلت الأردن وقطر، يعني خمسة دول كنت نعمل الدراسة في الجامعات، نشوف في الموقع. طبعا في حاجة هذه لازم الطلبة كلهم يعرفوها، أن spoon feeding is not gonna work. يعني أنت لازم تقعمز وتدور وتبحث، ما فيش حد بيجي لعندك بيقولك تفضل خود، أو في فرصة بتاعت elective تقدر تديرها هنايا، أو في فرصة بتاعت observership تقدر. أنت لازم حتقعمز وحتدور تقوي إنجليزيتك، لأن أغلب المواقع هذه باللغة الإنجليزية، وتقعمس تدور تسأل من هنايا من هنايا، تحاول تعرف حد في البلد هدية تسأل على المعلومة. فبالنسبة لي أنا قعمس الحق رسلت زي ما قلت مجموعة من الجامعات في أمريكا في كندا وفي بريطانيا وفي أردن في قطر، ندور في فرصة إلكتف. لما كانت يعني أنا لما كنت سنة ثالثة وكانت عندنا سنة جاب صارت الثورة في ليبيا، فما بيتش نحط ايدي على خدي، يعني امتحاناتنا قاعدوا يأجلوا ويأجلوا ويأجلوا. فانت لو بتطلع برا الجاب هادي is gonna stand out، يعني بتقولوا بها شن درت فيها السنة هادي او الشهور هادوما لو انت ما قريتش وما امتحنتش. فدورت الالكتف ورسلت في منهم، حصلت فيهم بس كان مبلغ خيالي. يعني حصلت فرصة في امريكا كان مبلغ الالكتف لمدة شهرين $5,000 امريكي، فكان out of my budget الصراحة. فحصلت في الأخير فرصة في قطر واتجهت لقطر، درت شهرين باطنة غادي واستفدت منها الصراحة. وبعدين في حاجة تانية، بعد ما تخرجت وجيت لي كندا هنا يفتحت باب كندا، I considered the residency، فدرت مش observership هنا. في حاجة في بي سي اللي هو أنا تو حاليا موجودة في فانكوفر بي سي أو مقاطعة بريتش كولومبيا، يقول حاجة قولها restricted license، انك انت شفتي لما تدير شادوينج او اوبزرفشيب في امريكا في حاجه زيها هنايا. الميزه بتاعت بي سي انك انت الريستريكتد لايسنس هذه تاخذها عن طريق الجامعه الكوليدج اوف فيزيشن سيرجن بتاعت بريتش كولومبيا، ترسلهم اوراقك
وتدور دكتور او دكتوره يقبلك يعني تحت جناحها يدربك او كذا. ودرت اوبزرفشب هنايا في بي سي، درتها مع دكاتره كنديان جراديوت يعني دكاتره متخرجين وقاريين في كندا، ودرتها مع دكاتره ليبيين جو لكندا بعدين وخدموا في كندا وذي استابلش ذير بيس يعني، واستفدت منهم. المده ما كانتش هلبه الصراحه، درت 3 شهور لاني ما كنتش نبي نكون اوت اوف براكتس، بس استفدت منها استفاده كبيره واعطتني بونس في السي في بتاعي، اعطتني بونس في الريكومنديشن ليتر لما قدمت على الريزيدنسي. يعني كنت لما بتقدم على الريزيدنسي وحتى البراكتس ريدي باي ذا واي يو نيد ريكومنديشن ليتر، غير يختلف طبعا. في البراكتس ريدي الريكومنديشن ليتر بتاعك حتكون من ليبيا، من المكان اللي انت خدمت فيه، يعني حيكون زملائك او رئيس قسمك او مشرف عليك او مدير مستوصف على حسب يعني المكان اللي انت خدمت فيه. فديما keep in mind that you will need recommendation letter أو بالعربي رسائل التزكية. بالنسبة للresidency كل ما كانت عندك Canadian experience والrecommendation letter كانت من Canadian practicing doctor كانت حتكون أفضل يعني، وزي ما يقولوا الفايل بتاعك حيدير stand out. فأني كان الrecommendation letter الحمد لله يعني ربي وفقني وحصلتهم من يعني واحد كان دكتور واحد من ليبيا وزوز دكاترة هنايا practicing medicine هنايا في كندا. فالحصيل يعني من القصة هذه كلها أن الأبواب هلبة، ولو أنت ما تطرقش الباب you'll never know يعني مش هتعرف من اللي وراء الباب، مش هتعرف شين الباب اللي حينفتح لك. فأبحث ودور وأسأل هنايا وهنايا، مرات لما تسأل وهذه واجهتني في البداية الحق صعوبة، يعني سألت هلبة على الزنس هنايا وما لقيتش أي إجابة الصراحة أو مساعدة في الموضوع هذا. الليبي الأخوات أخوتنا الليبيين أو الدكاترة الليبيين إما تجول عن طريق البراكتس ريدي أو في اللي جو من زمان بوكل، وزمان بوكل كانت أغلب الليبيين اللي جو إفاد، وطريق الإفاد بروحهم يعني كانت كرسيهم واتي وبس دير امتحاناتك وامشي التخصص اللي تبيه، فكانت يعني إيزير. فاندمجت الحق مع مجتمعات أخرى يعني، شفت كانوا عندي زملاء من مصر من اليمن من الأردن من باكستان من الهند، اندمجت مع الطلبة هذا وما قاعد مسأل فيهم شنو الطريقة أنا ناوي إني بنقدم ريزيدنسي، keeping in mind إن حتى البراكتس قاعدة شغالة عليه يعني زي ما قلت ديما الواحد لازم يكون عنده بلان A وبلان B وبلان C يعني، ما يعرفش أما باب منهم يعني اللي يفتح له وربي يوفقه فيه. فإن شاء الله الفكرة وصلت يعني. تمام، شكرا لك دكتورة آلام. ننتقل للحضور، نبي ننوه ان دكتور وسام حط عدة روابط تقدروا تشوفوهم، وفي رابط لجوجل فورم جميع الحضور يا ريت يعبيه هذا الرابط. فقبل ما نختمه نصيحة توجهها سواء كانوا طلبة او اطباء حتي التخرج، دكتور وسام نصيحة اخيرة او شو ممكن حابب تقوليها؟ والله بس الله العلي القدير ان يوفقهم ان شاء الله ويسهلهم. ما شاء الله في شباب ناشطه وفي شباب تدور وفي شباب تسال تبي تشوف تبي تحسن من وضعها وتبي تتعلم وتبي تشوف الدنيا كيف ماشي يعني. فأنا متفائل الصراحه، ما شاء الله ليبيا قاعده فيها خيرات وقاعده تطلع في ما شاء الله خامات الله يبارك. فنسال الله التوفيق للجميع واحنا معاكم ان شاء الله قلبا وقالبا باذن الله. تمام دكتورة آلاء، زي ما قلت اشتغل لو انت قاعد طالب اندرجراديو اشتغل على السي في بتاعك، قوي لغتك الانجليزيه، وسع افاقك في الريسيرش في الفولنتيرينج، ولو انت تخرجت ركز على امتحاناتك، فوكس قوي السي في بتاعك في الخدمه في الامرجنسي في الاوبستريك اند جايني في الحاجات هذوما، وديما حاول تتواصل يعني مع الدكاترة اللي بيين الحمد لله الحق دكاترة في كل مكان. ف once you reach out to them الحق أغلبهم كان مش كلهم الحق متعاونين عند يعطوك المعلومة يساعدوك بطريقة أو أخرى، وسبون فيدينج هذه forget about it يعني أنسوها يعني، أنت لازم تطرق الباب وأنت لازم لتدور، وونس انك انت تسعى باذن الله ربي حيوفقك بطريقه او اخرى، وان شاء الله بالتوفيق للجميع يعني. تمام، شكرا لكم وبارك الله فيكم على وقتكم ومعلوماتكم القيمه.
وشكرا لجميع الحضور، اتمنى جميع الناس استفاد. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا لك. السلام عليكم. مع السلامه.